بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله اليوم راح نبدأ بشابتر مانجمنت أوف بيشنتس وذ هيباتيك ديس أوردرز. إن شاء الله أسأل الله أن يقدرنا أن نوصل لكل معلومة بشكل مبسط بإذن الله. ونحن فاتحين على الصورة هذه، خلينا أقول أن الليفر تتكون بشكل رئيسي من تو لوبس، رايت أند ليفت لوب. بعض الكتب حتلاقي أنه فيهم أنه تكون من أربع لوبس، لو طلعت عليهم من تحت حتلاقيهم أربعة، من فوق حتلاقيهم اثنين، مش هاي مشكلتنا الرئيسية. كل لوب راح يطلع هيباتيك دكت على هياتهم، رايت هيباتيك دكت وليفت هيباتيك دكت، بيتحدوا هذه الجزئية هنا بنسميها هيباتيك دكت. بعد هيك بيتحدوا مع السيستيك دكت عشان يعملوا لنا الكومنبايل دكت اللي بصب في الدوادنا. هذا بس بشكل سريع. خلينا نقول انه الليفر هي اكبر جلاند موجوده بالجسم، حوالي الوزن تبعها من كيلو و400 لكيلو و800، خلينا نقول معدل كيلو ونص، ولها عده وظائف حنحكي عنها بالتفصيل، منها شيء تصنيع، شيء تخزين، شيء تكسير واخراج بعض المواد اللي مش لازمه من جسمنا. الليفر موجوده في مكان استراتيجي، موجوده تحت الحجاب الحاجز من الناحية اليمنى، يعني في الأبر رايت كوادرنت، وهنا ربنا سبحانه وتعالى حاملنا إياها بشوي بالعظم بالقفص الصدري، لأنه الأنسجة تبعت الليفر أنسجة رخوة ممكن يصير لها دمج بسهولة. كمان اللوكيشن هذا مهم جدا للليفر، لأنه الليفر احنا قلنا هي مصنع، والمصنع بده مواد خام، المواد الخام هذه جيانه من وين؟ جيانه من الجهاز الهضمي عن طريق البورتال فين اللي حنحكي عنه كمان شوي ان شاء الله. The liver is especially important in the regulation of glucose and protein metabolism. هي اللي بتساعدنا على تنظيم السكر، على تصنيع بعض المواد البروتينية، كله حنجينه بشكل موسع لاحقا. الليفر هي اللي بتساعدنا على افراز البايل، واللي بيساعد او بيلزم لهضم المواد الدهنية. اخذنا احنا في شابتر الجول بلادر انه البايل بيلزم للامالسيفيكيشن تبع الفاتس، بتساعد كمان انه نشيل فيه مادة اسمها بيلروبين، مادة مش كويسة، مادة بدناش اياها. بايل زي ما انتم عارفين بيتم تخزينه بعد ما يتم تصنيعه في الليفر، بيتم تخزينه في الجول بلادر. الجول بلادر هناك بتعمل له تركيز زي ما حكينا بشابتر الجول بلادر، نسبه تركيز الروبن تركيزه من 5 لـ10 مرات اكثر من الموجود او اللي بيتم افرازه بشكل اساسي من الليفر. بالنسبه لوزن الليفر كيلو ونص مكانه، ما بيهمني تحفظ الارقام اللي زي هيك، مش مشكله كبيره. لو طلعت على الليفر، يعني لو جبت كبده دجاج او كبده خروف، راح تلاقيها مغلفه بكونكتيف تيشو، طبقه شمعيه خفيفه هيك. الطبقه هذه وظيفتها بشكل رئيسي الحمايه، احنا قلنا قبل شويه انه انسجه الليفر انسجه رخوه. ايش يعني رخوه؟ يعني ممكن يصير لها دمج بسهوله، عشان هيك ربنا غلفها بكونكتيف تيشو، عشان هيك ربنا سبحانه وتعالى حط لنا اياها ومحميها انها بالقفص الصدري. كل لوب من الليفر بينقسم لاجزاء اصغر بدنا نسميها لوبيولز. نيجي للبلاد سيركيليشن، في مصدرين رئيسيات بيصبن دم في الليفر. الكميه الاكبر من الليفر، ثلاث ارباع الدم، 75% من الدم بيوصلها عن طريق البورتال فين. عيات البورتال فين. طيب. طبعا هذا ما دام فين معناته دم غير مؤكسج. طب ليش جاي، ايش جاي يعمل في الليفر؟ جاي يجيب للليفر المواد الخام. ايش بقصد في المواد الخام؟ المواد اللي تم امتصاصها من الجهاز الهضمي. لانه البورتال فين هو بوصل من السمول انتستين للليفر. كل الاكل اللي اكلناه وانهضم، امينو اسيدز وفاتسي اسيدز وكوليسترول، المواد الكويسه، المواد العاطله، الادويه، الميه، كله عن طريق البورتال فين بنتقل للليفر وبصب في الليفر، وهناك الليفر بتبدا تفرز فيه. هذه بدنا اياها، هذه امينو اسيدز بدنا نعمل منها بروتين. عفوا.
هذا بالغوبن بدنا نطلعه هنا عشان نفرزه ونطلعه، هذا دواء بدنا نكسره وبالتالي كله بيوصل للليفر. طيب ال 25% او ربع اللي ضايل من الدم بيوصل للليفر عن طريق الهيباتيك ارتري، وبالتالي طب ليش هنا؟ عشان يوصل لها الاكسجين. الليفر ما هي برضه احد او خلايا حيه بيلزمها عشان تشتغل بيلزمها اكسجين، صحيح عندها سكر كثير من الجهاز الهضمي بس السكر لحاله بده كهرباء عشان يشتغل، الكهرباء اللي هي الاكسجين بتجينا عن طريق الهيباتيك ارتري. بعد ما الدم هذا اللي واصل من البورتال فين واللي واصل من الهيباتيك ارتري بعد ما يعمل شغله كله بيتجمع في منتصف او في السنتر تبع البيولز عشان يعمل لنا الفينز او الفينيولز، وهي كلها بتتجمع عشان تطلع من مخرج واحد اللي هو الهيباتيك فين. اذا في مدخلين للليفر، بورتال فين 75% وصل، والهيباتيك ارتري وصل لنا دم فيه اكسجين 25% دم عن طريق البورتال فين، و100% من الدم بيطلع عن طريق الهيباتيك فين. لو طلعنا على المقطع هذا هيا البورتال فين وهيا الهيباتيك ارتري، هنا لاحظ في طلع برانش من البورتال فين برانش من الهيباتيك ارتري اتحدوا مع بعض. اذا هذا الدم هو عباره عن خليط ما بين الدم الغير مؤكسج ومحمل فيتامينز ومينرالز واكل وسكر ومواد سامه وادويه ومش عارف ايش كل الجهاز الجسم يتصل بالجهاز الهضمي، والدم المؤكسج صاروا بيعدوا من بين الخلايا تبعت الكبد. هذه هي الخلايا تبعت الكبد بنسميها هيباتوسايت او هيباتيك سيلز. طبعا عن طريق الدفيوجن صار الاكل الجلوكوز السكر ينتقل للهيباتوسايتس عشان تشوف شغلها ايش بدها تعمل فيهم. لما وصل للمركز تبع الفينيول خلاص هنا صار تحول لفينز. هاي كلها لاحظ هنا في برانش كلها بتتجمع مع بعض وبتعمل لنا الهيباتيك فين. طالما احنا فاتحين على الصوره خلينا نحكي على حاجه بدنا نسميها كاناليكيولاس. ايش معنات كاناليكيولاس؟ مصغر كنال، كنال يعني قناه، يعني لو بدنا نحكيها بالعربي بدنا نسميها قنيه، والجمع تبعها كاناليكيولاي. فهنا الهيباتوسايتس تفرز البايل بتصبه لنا في الكاناليكيولاس هنا، والمجموعه هاي من الخلايا اللي هنا هي بتصب البايل في الكاناليكيولاي هنا، كلهم بيتجمعوا مع بعض عبين ما يطلعوا من كل لوب بده يطلع خلينا نسميه دكت صغير. خلينا نقول الرايت ليفر تتكون من عده لوبيولز كلهم في الاخر بدهم يتحدوا مع بعض ويطلع من الرايت لوب دكت واحد سميناه الرايت هيباتيك دكت. نفس الكلام من الليفت لوب او من الليفت لوب بيطلع عندنا كمان ليفت هيباتيك دكت، اثنين بيتحدوا مع بعض بيعملوا لنا الهيباتيك دكت، واللي قلنا او في بدايه المحاضره بيتحدوا مع السيستيك دكت اللي هو جاي من المراره عشان يعملوا لنا الكومن بايل دكت. طالما احنا فاتحين على الصوره هذه حنقول في خلايا اسمها كبفر سيلز اللي هي هاي الخلايا. هاي الخلايا عباره عن جزء من الاندوريتيكولال سيستم، جزء من جهاز المناعه. ايش الوظيفيه تبعتها؟ خلينا نسميها الخلايا الحارسه. بتحرس لانه زي ما الجسم امتص المواد المفيده من الجهاز الهضمي بعض البكتيريا بعض الفيروسات تسللت مع الدم ووصلت للليفر. فقبل ما تطلع من الليفر وتنتشر وتوصل لباقي اجزاء الجسم حتيجي الكبفر سيلز تمسكها وتبتلعها تعمل لها عمليه انجلفمنت. وبالتالي ما توصلش لباقي اجزاء الجسم. الكلام هذا بيعيد اللي انا شرحته، الساينوسويدز اللي هو الجزء اللي في وسط كل مركز empty into avenue that occupies the center of each liver lobule، وقلنا هذول بيطلع سنترال من كل لوبيول بيطلع سنترال فين، السنترال فينز كلها بتتحد مع بعض علشان تعمل لنا في الاخر اللي هو الهيباتيك فين. الهيباتيك فين بيمسك هذا الدم بيرجعه على المين سيركيليشن،
بشكل رئيسي على الانفيريور فينا كيفا، وبالتالي بعدها بيرجع على القلب. حكينا عن الكبفر سيلز وايش وظيفتها وشفناها على الرسمه السابقه، قلنا وظيفتها انها تعمل انجلفمنت لا وين للبكتيريا والفيروسات اللي بتوصل او تتسلل عن طريق الجهاز الهضمي للبيضه. كمان مره حكينا عن الكاناليكولاي، قلنا المفرد تبعها كاناليكولاس، موجوده بين عامل يعني ما بين الصفوف الخلايا تبعت الكبد. فبين كل سطرين من الهيباتوسايتس حنلاقي في كاناليكولاي. كاناليكولاي بس وظيفته التوصيل. الهيباتوسايتس بتفرز البايل وبتصبه في الكاناليكولاي. الكاناليكولاي هذه كلها بتتجمع مع بعض، من كل لوب قلنا بيطلع واحد كاناليكولاي، بيتجمعوا بعدين مع بعض، من اقصد من كل بيول بيطلع واحد كاناليكولاي، بيتجمعوا مع بعض عشان يعملوا لنا الرايت اند ليفت هيباتيك داكت، وبعد هيك بيتحدوا مع السيستيك داكت عشان يعملوا لنا الكومن بايل داكت. طيب الحين الكومن بايل داكت بده يصب في الجهاز الهضمي بالذات في الكاناليكولاي. الفتحه اللي بيصب منها البايل اسمها امبيولا اوف فاتر زي ما اخذنا في الجول بلادر ديزيز. والسفنكتور اللي بتتحكم فيها هي السفنكتور اوف ارد، وبالتالي لما ناكل اكل فيه مواد دهنيه بتيجي اشاره للجهاز عن طريق الجهاز العصبي انه يا سفنكتور اوف ارد افتحي، بتفتح بصير كونتراكشن للبلادر، وبالتالي بصير البايل يصب في الجهاز الهضمي عشان يعمل امالسيفيكيشن للفاتس ويساعد في امتصاص المواد الدهنية. خلينا نحكي عن الفانكشن الرئيسية للليفر اللي من أولها الجلوكوز ميتابوليزم. طيب بعد ما ناكل أكلة خصوصا إذا كان فيها السكر عالي، الجسم راح يهضم السكر ويحوله لسكريات أحادية، وحيتم امتصاصها عن طريق البورتال فين توصل للليفر. الليفر حتبدأ توزع، هتخلي نسبة من هذا السكر، احنا قلنا منسوب السكر الطبيعي في الدم بين 70 ل 110. طب احنا تسحرنا كمان شهر ونص ان شاء الله، اللهم بلغنا رمضان، جايينا شهر رمضان. فتسحرنا قمر الدين ومربى وحلاوة كلها مواد فيها سكريات أولية. بعد ما تسحرنا منسوب السكر عالي. الجسم ما برميش ولا نتفة سكر، كل السكر هذا بيخرج. طب احنا محتاجين لحد 120 منسوب سكر في الدم. طب صار 180 صار 190، الباقي وين بده يروح؟ حتبدا الليفر تخزنه. مخزن رئيسي او الشكل الرئيسي اللي بتخزنه هو على شكل جلايكوجين. الجلايكوجين زي ما انتم عارفين بيتخزن في مكانين، نمر واحد في الليفر نفسه. طيب بعد ما انتهى المخزن هذا الموجود في الليفر بدنا نرمي السكر الزياده هذا؟ لا، في مخزن ثاني المسلز العضلات. طيب انتقل المخزن الثاني، ايش فكر كل ليفر بدها تعمل في السكر الزياده؟ بتطلعه في البول، بتطلعه في البراز؟ الجواب طبعا لا، هتخزنه على شكل اديبوز تيشو. صار عندنا وسيلتين لتخزين السكر، نمر واحد الجلايكوجين، نمر اثنين الاديبوز تيشو. طيب الحين اتصحرنا ونمنا بعد سحور شوية وبدأ منسوب السكر شوي شوي ينزل في جسمنا، الساعة 11-12 بعدين صار منسوب السكر 75-70، صار بدنا نزود منسوب السكر في الدم. ذاكرين الخمس هرمونات اللي عديناهم اللي بيزودوا منسوب السكر، سميناهم ستريس هرمون كورتيزون والأدرينالين من الأدرينال جلانس، جلوكاجون من الالفا سيلز من البنكرياس، والجروث هرمون والثايرويد. اول هرمون بينجد واول عضو بينجد منسوب السكر هو الليفر. وشفنا في الاديسون ديزيز قلنا لما يقل منسوب الكورتيزون بيقل منسوب السكر.
إذن لما يطلع منسوب الكورتيزون بيبدأ الليفر تحول الكركمين لتحول أديبوز تيشو والله الجلايكوجين لسكر. أكيد كلكم الحين قلتوا إنه بدها تحول الجلايكوجين. البروسيس بدنا نسميها جلايكولايسز. جلايكو يعني جلايكوجين، ولايسز يعني تحليل. فحللنا الجلايكوجين وحولناه لجلوكوز، صار يمد الجسم بسكر. طيب بعد ساعتين ثلاثة أربعة خمسة، ساعة خمسة ستة في رمضان، استنفذنا كل مخزون السكر اللي كان مخزن على شكل الجلايكوجين. الجسم مش راح يسيبنا. بدنا مصدر للطاقة، موجود. بده يبدأ يعمل يصنع سكر من مصادر أخرى. البروسيس بدنا نسميها جلوكونيوجينيسيس. جلوكو يعني سكر، نيو يعني مصادر جديدة، وجينيسيس يعني تصنيع. يعني صار معنا الجملة تصنيع السكر من مصادر جديدة. مين المصادر الجديدة هذه؟ إما بروتين أو فاتس. الوظيفة الثانية المهمة اللي هو بدنا نسميها أمونيا كونفرجن. كونفرجن معناها تحويل. الأمونيا عبارة عن مادة سامة. المادة السامة هذه لها مصدرين رئيسيين. نمر واحد، لما الجسم يعمل ميتابوليزم للبروتين سواء انه يحوله لجلوكو نيوجينيسيس، او جسمنا لما يعمل ميتابوليزم للبروتين عشان يستفيد منه تطلع لنا الامونيا. اذا صار المصدر الرئيسي او المصدر الاول للامونيا هو البروتين. تمام. المصدر الثاني هو للبكتيريا المتعايشه في جسمنا اللي احنا بنسميها نورمال فلورا، اللي هي الاستيريشا كولاي. الاستيريشا كولاي موجوده في الامعاء تبعتنا. ولما اقول نورمال فلورا يعني في تكافل، هي بتستفيد منها، بتاخذ منها اكل، وفي نفس الوقت بتدينا ماده مهمه اللي هو فيتامين كي. فيتامين كي اللي بيلزمنا عشان نصنع منه عوامل التخثر. طيب احيانا برضه الامونيا لها مصدر ثالث مش طبيعي لما يصير في عندنا انفكشن. اذا صار التهابات في الصدر، اذا صار في التهابات في البول، البكتيريا هذه ما هي تعمل ميتابوليزم، في عمليه ايض لها بيطلع امونيا. طيب احنا قلنا الامونيا لها ماده سامه. ما دام ماده سامه يعني مش كويسه لجسمنا. طب ايش بدها تعمل فيها الليفر؟ بدها تحولها لماده مش سامه، لمادة بتدوب في المية اللي هي اليوريا. طيب الجسم بيخلص من اليوريا؟ الجواب أكيد كلكم عارفينه. طيب عن طريق مين بيخلص من اليوريا؟ عن طريق الكدني. كدني بتفرز لنا اليوريا، ويمكن كلمة يورين جاي اسم اليورين البول من كلمة يوريا. إذا الأمونيا المادة السامة، وحنحكي عن أثرها على الجهاز العصبي بالذات لما نحكي عن الهيباتيك كوما، حولها لمادة أبسط بتدوب بالمية اسمها يوريا، والجسم خلص منها عن طريق البول. فانكشن الثالثة للبروتين للليفر هي البروتين ميتابوليزم. احنا حكينا قبل شوية انه الجهاز الهضمي بيحول او بيكسر البروتين اللي بناكله وبيحوله لمواد بسيطة جدا سميناها الأمينو أسيدز. مواد هذه بسيطة أو بنسميها البيلدينج بلوكس، اللبنات البنائية. طيب اللي هم بحدود 23 أمينو أسيد، منهم إشي إسينشال وإشي مش إسينشال. إسينشال يعني لازمنا ناكله من مصادره الحيوانية بالذات، ونون إسينشال يعني الجسم بيقدر يصنعه من الإسينشال بروتينز. مش هذا الموضوع. الحين يلزمنا مثلا نصنع كلوتينج فاكتورز، هي عباره عن بروتين. خلينا نقول هذا الكلوتينج فاكتورز بتكون من امينو اسيدز 1 و5 و7 و15 و23، يبدا يجمعهم الليفر بالشكل هذا بيعمل لنا كلوتينج فاكتورز. الالبومين احد البروتينز اللي بصنعها الليفر، بتكون من امينو اسيدز 15 و7 و13 و20 و23 و25. البلازما بروتينز، الالفا جلوبولين
والبيتا جلوبيولين بيتصنعن برضه في الليفر. الحاجه الوحيده اللي بتصنعش في الليفر هي الجاما جلوبيولين. جاما جلوبيولين بصنعها جهاز المناعه تبعنا. احنا قلنا انه الليفر بتصنع لنا الكلوتينج فاكتورز. عشان الليفر تصنع الكلوتينج فاكتورز البروسيس بتبدا بفيتامين كي. اذا ذاكرين في الكومادين لما حكينا عن البروترومبين قلنا عشان الليفر تصنع البروترومبين بلزمنا فيتامين كي ماده خام. طيب غير البروترومبين صنع الليفر كمان مواد اخرى فايبرينوجين. اذا بدنا نستنتج من الكلام هذا لو صار عندنا مشكله في الليفر حيصير عندنا بريدنج ولا ايش رايكم؟ اكيد حيصير عندنا نقص في الكلوتينج فاكتورز وبالتالي حيصير المريض عرضه للبريدنج للبريدنج. فانكشن التالي اللي هو الفات ميتابوليزم. احيانا بيخلص الطاقه او مصادر الطاقه عندنا والكلام هذا حكيناه في الدايبيتيك كيتو اسيدوسيس. الجسم لسبب او لاخر مش قادر يستخدم الجلوكوز كمصدر طاقه. فبده يعوض الجلوكوز هذا بالكيتون بادز. طب الكيتون بادز هذه من وين بتيجي؟ من تكسير الفاتس. فاتس بتتكسر في الليفر نتيجة التكسير هذا بطلع لنا الكيتون بادز. الكيتون بادز هذا بديل للجلوكوز كمصدر طاقة. تالي الكيتون بادز are small compounds that can enter the bloodstream and provide a source of energy لمين؟ لباقي الجسم. طب وقتيش هذا بصير الكلام هذا؟ كمان مرة حكيناها برضو كمان مرة في الدايبيتس كيتو أسيدوسيس لما ما يكونش جلوكوز. وقتيش بصير الكلام هذا؟ during starvation. starvation يعني مجاعة، الناس مش لاقية حاجة تاكلها. أو في بعض الحالات في الدايبيتس اللي سميناها دايبيتك كيتو أسيدوسيس. كمان الفاتي أسيدز مش بس لإنتاج الكيتون بادز. لأن احنا الكيتون بادز قلنا مش كثير بنحتاج لها في حالات معينة في الستارفيشن والدايبيتك كيتو أسيدوسيس. طيب تلزم هذه الفاتي أسيدز عشان نصنع منها حاجات تانية بتهمنا، تلزم الجسم. زي الكوليسترول، الكوليسترول بيلزم للجسم بيلزم نسب معينة بس بدناش منه زيادة. الليسيتين والكوليسترول حنشوف كمان شوي انهم أحد الحاجات الموجودة بشكل رئيسي في البايل. اللايبوبروتينز اللي بتلزم لنقل أو بترتبط مع البروتين عشان تنقل بعض المواد المهمة في الجسم. الفانكشن الخامسة للليفر اللي هو عبارة عن تخزين. تخزين لايش؟ لبعض الفيتامينز، بعض المواد المينرالز. من اشهر الفيتامينز اللي بتتخزن بالليفر فيتامين A وفيتامين B وفيتامين D. طبعا فيتامين B والمشتقات تبعته بما في ريبوفلافين وفيتامين B6 وB12 وما شابه. من اشهر المعادن اللي بتتخزن في الليفر هو الحديد. مخزن الرئيسي في جسمنا للليفر هو الحديد وبشكل نسب اقل من الحديد تخزن برضه من حاسب الليفر. احيانا الناس اللي عندهم مشاكل في الليفر ونقص بالحديد والفيتامينز اللي عدناهم قبل شويه شركات الدواء عملت لنا حاجه اسمها ليفر اكستراكت. ليفر اكستراكت لو بدنا نترجم العربي هنقول عنه خلاصه الكبد. وهذا بيعطوه عن طريق انجكشن لبعض المرضى اللي عندهم خلل في الليفر وبالتالي صار عندهم نقص في بعض المواد الغذائيه. من الفانكشنز المهمه للليفر اللي هو الدراج ميتابوليزم، وهذا الكلام حكينا عنه باستفاضه بشابتر او في كورس تبع الفارماكولوجي سميناها دراج بايو ترانسفورميشن. اللي هو قلنا ايش معناه؟ معناته انه بيحول المواد او الادويه المعقده لمواد ابسط تذوب في الماء وبالتالي يتم اخراجها عن طريق البول بشكل رئيسي. لانه احنا قلنا the main organ involved in drug metabolism هو الليفر وقلنا the main organ involved in drug excretion هو الكدم. هذا اللي بنزل تعرفوه هنا. نيجي للبايل فورميشن. البايل
بيتم إنتاجه بشكل رئيسي بجسمنا من تكسير كرات الدم الحمراء. أنتوا عارفين إنه كرات الدم الحمراء العمر الافتراضي إلها 120 يوم. طب بعد 120 يوم إيش بدها تعمل؟ بدها تموت. لما تموت تطلع منها حاجتين: الحديد، والجسم بعمل له ريسايكلينج، بعمل له إعادة بياخده تاني على البون مارو، بيعاود يستخدمه في تصنيع كرات الدم الحمراء من أول جديد. المادة التانية اللي مش كويسة هي البيليروبين. البيليروبين أنا شوية سبقت الأحداث، البيليروبين بيتم إفرازه في البايل. خلينا ماشيين مع السلايدات واحدة واحدة. البايل الفانكشن الرئيسية إله، غير إنه بيخلصنا من البيليروبين، إنه بيلزم للفات مالسيفيكيشن. عشان الجسم يستفيد من الفاتس لازم يكون في بيليروبين. من ايش بتكون البايل؟ تكون من العديد من الالكترولايتس زي الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والكلورايد. مش طالب منك انا تحفظ الحاجات هذه بالتفصيل، بس خلينا نتذكر انه على الاقل في شويه كوليسترول، في شويه ليستاتين. البيليروبين احنا قلنا قبل شويه بيطلع عن طريق البايل. بعد الهيباتوسايتس بتصنع البايل، قلنا انه بينتقل للجول بلادر وهناك بيتم تركيزه. البايل بيلزم للدايجستشنز اند امالسيفيكيشنز اوف فاتس، وعلى طول دائما لما اقول فاتس معها بيجي الفاتي اسيدز. اذا ما فيش بايل او في نقص في البايل بصير في نقص في امتصاص الفات سوليبل فيتامينز اللي هو فيتامين اي وفيتامين دي وفيتامين اي وفيتامين كي. اللي بيفرز او بيصنع البايل هو الهيباتوسايتس اللي بدنا نسميها البارينكايمال سيلز. لما اقول كلمه بارينكايما في اي جهاز معناته الانسجه اللي بتقوم بالوظيفه الرئيسيه للجهاز. عشان نبسط الموضوع، يعني لما نقول الجهاز او الوظيفه الرئيسيه للجهاز التنفسي هي تبادل الغذاء، ناخذ الاكسجين من الهواء الجوي بنطلع فيه الغاز ثاني اكسيد الكربون. مين اللي بيقوم بالعمليه هذه؟ الالفيولاي. اذا البارينكايمال سيلز في الجهاز التنفسي هي الالفيولاي. هل بصير اي عمليه تبادل غازات بالحنجره او بالعوم او بالقصبه الهوائيه؟ لا. وبالتالي هذول بنسميهم سبورتنج تيشو. نفس الكلام هذا بينطبق على الليفر، المصنع اللي بيصنع البروتينات والفاتس والحاجات هذه او بكسر الادويه هي الهيباتوسايتس، عشان هيك بدنا نسميها البارينكايمال سيلز. انما الدكتس والكبفر سيلز والفينز والفينيولز والمش عارف ايش اللي حكيناهم كلهم قبل شويه، هذول عباره عن سبورتنج تيشو. بتخلينا والله جاي كلمه كونجيجيشن معنا. كونجيجيشن باختصار معناها ربط البايل او بالذات البيليروبين واحيانا الادويه في بعض الاحماض اللي حنذكر اسمها كمان شويه، وبالتالي تحولت لمواد ابسط تذوب في الماء. هذا باختصار ايش كونجيجيشن يعني مرتبط. طيب the bile salts together with cholesterol and lecithin يلزموا لايش؟ للامالسيفيكيشن اوف فاتس، عشان يتم هضم الفاتس وامتصاصها من الجهاز الهضمي. طيب الحين لما البايل سولتس هذه نزلت في الجهاز الهضمي، الجهاز الهضمي مش حيقول هذه طلعناها او دخلت فينا قبل شويه وبدنا نرميها كلها في البراز، لا، حيتم اعاده امتصاصها. هو مش مفرق الجهاز الهضمي انه هذا الصوديوم وهذا الكالسيوم وهذا البوتاسيوم وهذا الكوليسترول كان جايينا من الاكل اللي اكلناه ولا كان جايينا من البايل. في الاخر حيتم او تصير اعاده امتصاص للبايل سولز او لجزء من البايل سولز وترجع على المين بلاد ستريم. نيجي لاحد الوظائف المهمه للليفر اللي هو بيساعدنا على التخلص من البيليروبين. انا قلت قبل شويه لما حكيت عن البايل قلت انه البيليروبين بيطلع من تكسير كرات الدم الحمراء. كرات الدم الحمراء عمرها 120 يوم. في جهاز فحص في جسمنا
اسمه ريتيكولو اندوثيليال سيستم اللي هو جزء من جهاز المناعة تبعنا. كل يوم بيجي على كرات الدم الحمراء بقول لها طلع شهادة الميلاد تبعتي. إذا لقاها يوم 15 100 115 119 يوم بقول لها روح الله يسهل عليك لسه ما وصلتيش 120 يوم. طيب أنت 120 يوم صفي على شقة. لما صفهم على شقة أخذهم على المسلخ كسرهم. لما كسرهم قلت قبل شوي بيطلع منهم الحديد والجسم بيعمل ريسايكلينج للحديد يعني بيعاود يستخدمه لإنتاج كرات دم حمراء جديدة. طيب ضل حاجة تانية طلعت من كرات الدم الحمراء هذه اللي هي البيليروبين. البيليروبين مادة ما بدنا إياها. مادة إذا عليت في الجسم تعمل لنا حاجة بدنا نسميها جوندس. جوندس اللي بالعربي بنسميه الريجان اللي حنحكي عنه بتفصيل لاحقا بشكل أكثر. إذا الهيباتوسايتس أخذت البيليروبين هذا الموجود في الدم وطلعت لنا إياه في البايل. بس قبل ما تطلعه عملت له الحاجة اللي سميناها قبل شوي كونجيجيشن. كونجيجيشن يعني ربط. ربطته بأحماض أخرى. إذا ذا كونجيجيتد بيليروبين سكريتد أو تم إفرازه بالهيباتوسايتس على الأدجيسنت بايل كانالكيولاي القنيات اللي سميناها وشفناها لما في بداية الشابتر. القنيات هذه حملته على عن طريق الهيباتيك داكت والكومن بايل داكت وصار يصب عندنا في الدواجن. تمام هيك الكلام. في السمول انتستين البايل او البيليروبين هذا هيتحول لماده ثانيه نسميها يوروبلينوجين. طيب يوروبلينوجين الجزء الاعظم منه بيتم اخراجه عن طريق البراز وهو اللي بيخلي لون البراز داكن شويه. وبالتالي إذا في مشكلة في الليفر وما بطلعش البيليروبين على الجهاز الهضمي حنلاقي الكلر تبع الستول هذا باهت أو نسميه كلي كلر لون باهت زي لون البيج وهذه علامة إنه في خلل في الفانكشن تبعت الليفر. طيب اليوروبلينوجين اللي هو أجا من تكسير البيليروبين صار عندنا في الجهاز الهضمي بده يصير له حاجتين. الجزء الأكبر منه بده يطلع في البراز وجزء صغير منه بده يتم امتصاصه ويروح على البلد سيركيليشن ومن هناك بيوصل الكدني وحيطلع جزء منه بالكدني. يعني حيطلع جزء بسيط من اليوروبلينوجين في الكدني. بس هل في بيليروبين بيطلع في اليورين تبعنا؟ الجواب لا. وهذا حنشوفه لما نوصل على التحاليل. خلينا نوقف هنا اليوم إن شاء الله. في المحاضرة الجاية بنكمل بإذن الواحد أحد. أستودعكم الله وإلى لقاء جديد.